يا جماعة مش قادرة أشرح لكم قد إيه الدنيا بتبقى جميلة وما فيهاش ناس. بس في نفس الوقت الناس مهمين برضو في حياتنا. بس يعني من فترة لفترة كده بيبقى الموضوع جميل قوي إن إحنا ناخد استراحة من الناس ونركز في حاجات تانية، تفاصيل تانية ما بتشوفهاش، حتى إن إحنا بس نسمع نفسنا أو نسمع صوت العصافير مش صوت الناس. لما الناس بيبقوا مش موجودين بناخد بالنا من تفاصيل من في العادي احنا مش بناخد بالنا منها، يعني مثلا حاجة شكلها ساكن جدا جدا جدا، لكن لما بنسرعها بس شوية بنلاقي فيها حركة عمرنا ما كنا نتخيل ان هي موجودة اصلا، بناخدش بالنا منها بمعنى صح. بتعملي ايه فوق؟ يا جماعة بصوا العصفورة الغريبة دي. بتعملي ايه فوق؟ دول صحابها تقريبا. خلاص انا اسف. واكيد ما بناخدش بالنا من التفاصيل اللي تكاد تكون مختفيه من كتر ما هي بسيطه. مش عيب عليك تخاف من الناس الصغننه دي؟ 10% من شجاعتها بس. يا رب. انا طلعت البيت عادي وببص كده لقيت صاحبتي جايه معايا عايشه حياتها عادي جدا. بص لونها جميل ازاي. انا غسلت وشي وبنشفه، هحط عليه طمي البحر الميت ده بتاع امتنان. بس كده انا خلاص خلصت، بحب اسيبه بقى لحد ما ينشف خالص وبعد كده بمسحه وبغسله يعني. طمي البحر الميت ده بيساعد ان هو بينظف الوش وبينظف المسام كمان، انا بحبه قوي عشان كده، هو فعلا بينظف لي المسام يعني زي ما انتم شايفين نشف من حتت اهو، هو بيقعد من حوالي 10 ل 15 دقيقه لحد ما ينشف خالص، فانا هعمل اي حاجه لحد ما ينشف بقى وبعد كده اغسل وشي. كده خلاص نشف اهو. روح اغسله بقى. ايه انا من الصبح ما اكلتش غير كورن فليكس، ففي البيت عشان انزل السوق عشان اروح اجيب شويه حاجات علشان اعمل غدا، هعمل غدا تراديشنال كوريان. لازم اوريكم الاكسسوارز. السلسله ماشي يا جماعه، انا فرحانه شويه بالاكسسوارز. والخاتم اللي جبته امبارح. الحلقة بتاعي ده اتكسر، فهروح عند محل فضة علشان يلحموه تاني، هشوف لو هيعرف يلحموه. يا جماعة انا الفترة اللي فاتت اللي هي بتاعت الكورانتين وكده اتخنت حوالي 4 كيلو حاجة زي كده يعني، وكان السبب الرئيسي في التخن ده غير ان انا مش بتحرك انه باكل معاهم الاكل اللي هم بيعملوه يعني الاكل بتاع البيت يعني هو الاكل المصري كده بس، فانا قررت انه مش هينفع وان انا لازم ارجع تاني اعمل الاكل بتاعي ومعكش واكل معاهم من الاكل اللي هم بياكلوه، علشان هم بيستخدموا بقى سمنه وبيستخدموا يعني بيبقى فيه كربوهيدرات كتير وكده بس، فانا قررت انه مش هينفع لازم ارجع تاني زي ما كنت. فانا بحاول اتحرك يعني بحاول امشي كتير يعني حتى مثلا بروح اي مكان بحاول اروحه مش بعربية او حتى بمواصلات او اي حاجة حتى لو هو بعيد، بس ده التغيير الوحيد اللي انا حاولت اعمله يعني ان انا اتحرك تاني كتير وان انا اغير نوع اكلي تاني، بس هنشوف ايه اللي هيحصل. مش عارف ممكن اضطر بقى اعمل دايت في الاخر بس هنشوف يعني. قناتي دي كلها ما بتدخلش فيا. انا خلاص وديت الحلق متصلح، دلوقتي بقى رايحه اسوق عشان اجيب الاكل.
القمر جميل ازاي. صوت الماتشات دايما بيفكرني بالبيت، عشان احنا 24 ساعة في 24 ساعة مشغلين ماتشات، ومش الماتشات اللي بتتلعب دلوقتي، لا كمان الماتشات اللي بقالها 4 و5 سنين بيتفرجوا عليها من اول وجديد. دلوقتي المية غالية، وده سمك مجفف، انشوجة مجففة جبتها من المطعم الكوري اللي في الزمالك، حط حوالي 8، وهحط الكوسة والبطاطس والبصل والثوم والفلفل الحراق، ونسيبها تغلي حوالي 3 ساعة. دلوقتي هنعمل بانتان او سايد دش يعني بالبتنجان. انا بعشق السايد دش ده، بعشق، لازم تجربوه. البتنجانية دي لونها كيوت قوي. دي ستيمر انا عاملاها، بغلي مية هنا وحاطة مصفى بدأت يطلع بخار، نحط بقى البتنجان هنا. احنا عندنا هنا حاجات حلوة كتير نعمل بيها الصوص، 3 فصوص ثوم، حط شوية بصل اخضر، معلقة كبيرة سوي صوص، معلقة صغيرة فيش صوص، ممكن تستخدموا سوي صوص بس مش لازم تحطوا فيه الصوص، يعني حطوا نفس الكمية سوي صوص، ومعلقتين صغيرين زيت سمسم. زيت السمسم ده اللي جبته من المحل الكوري الموجود في المعادي، ومعلقة سمسم، معلقة كبيرة برضو، ده أنا اللي محمصاه في البيت، معلقة كبيرة سمسم، ومعلقة صغيرة شطة. نقلبهم مع بعض. ده البتنجان بتاعنا، هنقطعه كده بإيدينا. ده بعد طبعا ما اتحط على البخار لمدة 7 دقايق. أحلى بتنجان هتاكلوه بجد، ريحة تحفة، ريحة التوم وزيت السمسم والصويا صوص، بجد ريحتها تحفة. الكوريين بيعملوا تركية كده عشان السمك، عشان يشيلوا صفرة السمك، بيجيبوا الرز اللي هما هياكلوه عادي ويغسلوه مرة، بعد كده المرة التانية المية ديت بياخدوها بينقعوا فيها السمك علشان الزفارة بتاعته تروح. نجرب الموضوع ده. دي السمكة اللي انا جبتها، دي سمكة مكاريل. بصوا لونها حلو ازاي. انا هغسلها كويس من جوه وهقسمها نصين، وبعد كده هحطها في مية الرز. او حطيت السمك في مية الرز واسيبه حوالي من ربع ساعة او 10 دقايق. بعد ما رميت المية بتاعت الرز نشف بس السمك عادل، نشفه كويس من المية، حطه في الدقيق. حط السمك، ده كده السيتنج الكوري. حط السايد دش الاولاني احنا عملناه، حط السمك. كده تاني سايد دش، ده فجل انا مخلله، انا اللي مخلله في البيت على الطريق الكوري طبعا. بحط على الشوربة اللي هو الدوينزانج او اللي هو الميزو، حط البصل الاخضر، خلاص كده. ده بيبقى شكل الميل الكورية، بيبقى كذا سايد دش مع رز، ويعني دول كده 3 سايد دش وشوربة اساسية مع الرز. لا راح اكل بقى.